طيب السلام عليكم. النهارده هنعمل ايه ان شاء الله؟ انا حضرت حاجه اسمها الكات اوف فريكونسي اوف ا لايت ديتكتور. دي معناها ايه؟ انا عندي حاجه اسمها اللايت ديتكتور، ده المفروض ان هو بيستقبل لايت سيجنال نازل عليه وبيطلع لي فولت بروبورشنال للانبوت اللي نازل ده. طيب ايه بقى موضوع الكات اوف فريكونسي ده؟ نفترض ان اللايت اللي نازل كانت الفريكونسي بتاعته اف مثلا. طيب الديتكتور بتاعي مش هيقدر يديتكت اللايت اللي نازل اللي هو بالفريكونسي اف دي لو كانت الاف اكبر من قيمه معينه اللي هي اسمها الكات اوف فريكونسي بتاعت الديتكتور. يعني دي كانها الحد الليميت بتاعي اللي قبله اعرف اعمل ديتكشن، بعده ما اعرفش اعمل ديتكشن. طيب انا عايز اجيب الاف سي كام؟ الاف سي دي تعرفها ان هي الفريكونسي اللي عندها الاوتبوت كفولت هيبقى واحد على روت 2 من الانبوت كفولت. طيب طب ايه الكلام ده؟ هنجيبه ازاي؟ انا عندي رسمه بتاعه الديتكتور. الرسم دي عباره عن الاوتبوت فولتج لو كان مع الفريكونسي بتاعه الانبوت اللي نازل. طيب الاوتبوت فولتج مع الفريكونسي بتاعه الانبوت اللي نازل. طيب الرسمه دي تبقى عامله كده، يعني في الفريكونسيز القليله بص هي الاوتبوت كبير وبعدين الاوتبوت يبتدي يقل والفريكونسي بتزيد. تعريف بقى الكات اوف فريكونسي الاف سي هي عباره عن الفريكونسي اللي عندها هبص الاقي الاوتبوت بقى واحد على روت 2 من اكبر فاليو كنت بعرف اجيبها، اكبر فاليو كنت بعرف اجيبها اللي هي عند الدي سي اللي هي عند الفريكونسي بصفر. طيب فانا عايز اجيب بقى ايه؟ عايز اجيب الكات اوف فريكونسي اللي عندها الاوتبوت بيبقى واحد على روت 2 من اكبر فولت ممكن اشوفه من على الديتكتور. طبعا الرسم دي مرسومه ونفس الانبوت كان محطوط، انا بس كنت مغير، يعني الانبوت بتاعي كان مثلا ساين، ده الانبوت فولتج اللي كان بيشغل اللايت سورس اللي بيطلع لي اللايت ده، فانا برسم الرسمه دي لنفس الانبوت اللي متوصل بالسورس. طيب بعمل ايه؟ مجرد ان انا بغير الفريكونسي بتاعه الانبوت وبشوف الاوتبوت اللي طالع من الديتكتور وباخد البيك تو بيك بتاعه الاوتبوت برسمها مع الفريكونسي. فالاف سي بقى هي النقطه اللي عندها الاوتبوت بيبقى واحد على جذر 2 من اكبر فولت كنت بشوفه. اكبر فولت كان عند كام؟ عند الدي سي. فانا اعمل ايه؟ هشغل دايره صغيره كده، الدايره دي فيها الديتكتور اللي انا عايز ادرسه. الدايره دي عباره عن دي سي سورس متوصل بريزيستنس سيريز مع الديتكتور بتاعي. ومعايا الديتكتور متوصل باوسلوسكوب، الاوسلوسكوب ده علشان يطلع لي الفي اوتبوت اللي انا بقيس البيك تو بيك بتاعتها وبرسمها مع الفي. طيب وبعدين عندي هنا ليزر سورس متوصل بفانكشن جنريتور بيطلع لي اي سي سيجنال، يعني بيطلع لي ساين بفريكونسي انا بغيرها براحتي. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اجيب في التجربه الاف سي بكام؟ يعني عايز اجيب النقطه اللي عندها الاوتبوت بيبقى واحد على جذر 2 من اكبر اوتبوت ممكن اشوفه. طيب فانا هعمل ايه؟ هظبط الاي سي سيجنال عند 1 كيلو اوم، 1 كيلو هرتز. طيب ظبطته عند 1 كيلو هرتز، يبقى الانبوت دلوقتي شغال ب 1 كيلو هرتز. فالليزر سورس بيطلع لي لايت سيجنال، اللايت سيجنال دي برضه شكلها ساينوسويدال بنفس الفريكونسي. فالديتكتور هيبتدي يريسيف اللايت ده وهيطلع لي فولتج في اوتبوت عباره عن برضه ساين بنفس الفريكونسي. طيب انا شغال دلوقتي عند 1 كيلو، هشوف البيك تو بيك بتاعت الساين اللي طالعه في الاوتوسكوب. طيب انا هبص الاقي الاوتوسكوب في عندي حاجه كده رسمه اوتبوت مع تايم، فانا هقيس البيك تو بيك بتاعت الاوتبوت. دي مين؟ دي الاوتبوت عند 1 كيلو هرتز. طيب الساعة وليكن مثلا طلعت مثلا بواحد فولت، هبتدي بقى ازود في الفريكونسي بتاعت الانبوت، افضل ازودها واشوف الاوتبوت البيك تو بيك بتاعي كام. هبص الاقيه بيقل، كل ما ازود الفريكونسي ابص الاقي البيك تو بيك ده بيقل. هفضل ازود الفريكونسي لحد لما اوصل لفريكونسي معينه، هبص الاقي ساعتها ان البيك تو بيك بتاعتي بقت واحد على روت 2 من اكبر فاليو كنت جبتها اللي هي عند الواحد كيلو اللي هي كانت 1 فولت في الاكزامبل بتاعنا ده. يبقى هفضل ازود في الفريكونسي لحد لما الاقي الاوتبوت بتاعي بقى 1 على جذر 2 فولت بيك تو بيك. اول ما اوصل للفاليو دي هبص بقى اشوف بقى على الفريكونسي دي كانت بكام، والحاجه اللي انا الفريكونسي اللي كنت ظابط عندها الاي سي سيجنال هي دي الكات اوف فريكونسي
بتاعتي. طيب تعالوا نشوف الكلام ده على الدايره. ادي الدي سي سورس، ده الدي سي سورس المتوصل في دايره الديتكتور، متوصل سيريز مع ريزيستنس وسيريز مع الديتكتور، هو ده الديتكتور بتاعي. طيب وبعدين الديتكتور هتبص تلاقي متوصل بيه بارلل الاوسيلوسكوب اللي انا بشوف من عليه الفي اوت، وعندي هنا فانكشن جنريتور ظبطه عند فريكونسي 1 كيلو وظبطه على امبليتيود 3 فولت 375 ملي. طيب الاوتبوت بتاع الفانكشن جنريتور ده متوصل كانبوت على الليزر سورس بتاعي. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل هحط الليزر سورس على الديتكتور واشغله. طيب اول ما اعمل كده هبص الاقي يطلع لي على الاوسيلوسكوب اوتبوت فولتج ساين، حاجه شبه الساين يعني. دي الفي اوتبوت بتاعتي اللي انا المفروض بقيس البيك تو بيك بتاعتي. طيب ازاي بقى الاوسيلوسكوب ده بشتغل بيه بقيس البيك تو بيك؟ ده بقى الاوسيلوسكوب ده ديجيتال فمحتاج شويه تظبيطات مختلفه. طيب هتلاقي في عندك هنا بيقول لك كيرسر 1، كيرسر 1 ده هتختاره وتحركه بالنوب اللي انا ماسكها دلوقتي دي. هتبص تلاقي فيه هنا خط بيتحرك على الشاشه. طيب لو انا ظبطته في مكان ما وبعدين اخترت كيرسر 2 وبرده بقيت احركه بالنوب الثانيه دي لفوق وتحت، في عندك اثنين كيرسر زون بيتحركوا على الشاشه، هحطهم عند اي مكانين هتبص تلاقي الاوسيلوسكوب بيقرا لي هنا الدلتا ما بينهم، المسافه بينهم بكام. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا هحط اللايت سورس بتاعي واشغله فيطلع لي الساين دي، هقوم ظابط الكيرسر الاولاني بتاعي عند البيك بتاعتها اللي فوق، البيك اللي تحت، والكيرسر الثاني عند البيك اللي فوق، فالاوسيلوسكوب هيقرا الدلتا ما بين التو كيرسر، يعني هيقرا لي مين؟ هيقرا لي في بيك تو بيك، يبقى انا قريت من الدلتا هنا الفي بيك تو بيك بكام؟ هبتدي بقى من الفانكشن جنريتور ازود الفريكونسي بتاعته، وانا بزود الفريكونسي حد تاني هيكون بيتفرج على البيك تو بيك بتاعه السيجنال. طيب انا زودت الفريكونسي دلوقتي شويه وقست الدلتا بتاعه الاوتبوت الجديد لقيتها بقت 700. طيب هل وصلت الواحد على جذر 2 من القيمه اللي قريتها عند ال 1 كيلو؟ لا لسه ما وصلتش، يبقى هحتاج ان انا ازود تاني. هزود تاني هبص الاقي الفريكونسي الاوتبوت بتاعي برده بيصغر، اقيس الدلتا هل وصلت للنقطه بتاعت 1 على جذر 2؟ لا لسه. هفضل اعمل كده لحد لما اوصل للفريكونسي اللي عندها الاوتبوت بتاعي بيوصل لواحد على جذر 2 من القيمه اللي قريتها عند ال 1 كيلو. هفضل ازود الفريكونسي لحد لما اوصل للفريكونسي اللي عندها الاوتبوت بيبقى 1 على جذر 2 من اكبر قيمه. اول ما اوصل كده اشوف الفريكونسي بتاعه السورس كانت بكام، والقيمه اللي اقراها من هنا تبقى هي الكات اوف فريكونسي بتاعه الديتكتور.